فضيحة فيديو رقص خلعي لمروج الرحيل يثير جدلا وتلميحات جديدة لرهف القحطاني. أنا أحسدها مرايتك تشاركني بلمحة. أثارت خبيرة التجميل السعودية مروج الرحيل حالة من الجدل بعد أن ظهرت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص في تيك توك وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات الشعبية المصرية، وربط البعض بين كلمات الأغنية واتهامها لصديقتها رهف القحطاني بتوريطها في قضية الغرامة التي واجهها الثنائي على إثر رحلتهما إلى جزر المالديف وإساءتهما للبلد المضيف وشعبها، إضافة للصور والفيديوهات الجريئة والفاضحة التي نشرناها. كما نشرت مقطع فيديو اتهمت فيه رهف القحطاني بالحسد والغيرة منها. كان أساس يا جمال لما بعرفش يكون شبك. هذا الفيديو جاء في سبيل استعراض مروج أنوثتها، إضافة إلى التلميح من جديد من خلال كلمات الأغنية إلى اتهامها ببعض الاتهامات الباطلة ومحاولة تقليدها، ورأى البعض أن حربا بدأت بينها وبين رهف القحطاني لكونها تقصد التلميح لها متهمة إياها في محاولة تقليدها. وكانت مروج قد ظهرت سابقا في مقطع فيديو أكدت فيه بأنها مظلومة وأن المقاطع المسيئة والصور الفضحة لم تنشر من على سنابها وإنما نشرت من على سناب رهف القحطاني. المقطع اللي المفروض أنه مسيء ما أتكلمت ولا صورت بسنابي ولا نزلت هذه الجزئية ولا الجزئية هذه طلعت من سنابي، بس سبحان الله الخير يخص والشر يعم.